هذه النشرة برعاية ليبا بريد اسي مابلر. مرحبا بكم. تقديرات جديدة لمصلحة الهجرة بأن عدد طالبي اللجوء في السويد خلال العام الحالي 2017 سيتراوح بين 25,000 و45,000 شخص، فيما تشير خطط المصلحة إلى قدرتها على استيعاب 34,700 شخصا، ما يعني تراجعا بنحو 2000 شخص مقارنة بالتوقعات السابقة الصادرة في شهر تشرين الأول أكتوبر الماضي، مشيرة إلى أن تحديات كبيرة في انتظارها خلال هذا العام 2017 رغم التراجع الحاد في أعداد طالبي اللجوء. ووفقا لما نشرته المصلحة، فإن صعوبة التحديات التي تواجهها تتمثل في حاجتها إلى أخذ قرارات أكثر من أي وقت مضى بخصوص جميع أنواع الطلبات المقدمة إليها، سواء تلك المتعلقة بطلبات اللجوء أو منح تراخيص الإقامة لمختلف الحالات. وفي شأن مماثل، وجهت هيئة التحقيق الوطنية التابعة للبرلمان انتقادات شديدة لطريقة تعامل مصلحة الهجرة السويدية وعدد من المصالح الأخرى مع مسألة تدفق اللاجئين إلى السويد في خريف 2015. وأشار مقال في صفحة النقاش لصحيفة داغز نيوهاتر كتبه أحد محققي هيئة التدقيق الوطني إلى أن تم قصور من قبل السلطات والحكومة في مسائل عدة أدت إلى مخاطر كبيرة على الأطفال غير المصحوبين بذويهم، ويتمثل القصور في المقام الأول في غياب التنسيق والاستعدادات السيئة، يقول أندوش باري المحقق في هيئة التدقيق الوطني. أحكام بالسجن قد تصل إلى مدة عام كامل، قد تنال أولئك الذين تثبت إدانتهم باستغلال قوانين العمالة المهاجرة وفق مقترحات جديدة رفعت للحكومة السويدية اليوم. وتحدثت تقارير صحفية عن مئات الآلاف الكرونات التي يكسبها أصحاب العمل في السويد من بيعهم تراخيص عمل في السوق السوداء، وبالأخص السوريين. فوفق أرقام مصلحة الهجرة، فإن نحو 3746 شخصا تقدموا في البداية على طلب الحصول على إقامة عمل في السويد منذ اندلاع الحرب في سوريا في العام 2011، ثم غيروا طلبهم هذا بعد ذلك إلى طلب لجوء. يواصل رئيس الحكومة السويدية ستيفان لوفين زيارته للضواحي والبلدات السويدية، وزار اليوم المناطق الغربية من جوتلاند وتحديدا ليدشوبينغ وخوفده. ويهدف لوفين من زيارته هذه إلى إجراء محادثات مع السكان المحليين لتلك المناطق وممثلي قطاع الأعمال. وكان رئيس الحكومة وقبل بدء زيارته قد أعلن أنه يريد الحديث مع الناس عن القلق الذي ينتابهم حول الخدمات الاجتماعية وعن المدارس وترسيخ الوافدين الجدد في المجتمع السويدي. تستمر التحقيقات في حادثة انتحار أحد طالبي اللجوء في كامب بمدينة ترولهاتن، حيث أقدم اللاجئ المراهق الذي يبلغ من العمر 16 عاما على الانتحار ليلة السبت الأحد في كامب لطالبي اللجوء القادمين إلى السويد بدون صحبة أولياء أمورهم. وقال زملاء المراهق للكومبيس إنه كان يخشى ترحيله إلى بلده أفغانستان، وبسبب الوضع النفسي السيء الذي كان يشعر به أقدم على قتل نفسه دون توضيح المزيد من المعلومات حول الطريقة التي قتل فيها نفسه. وكان الصبي جاء إلى السويد من أفغانستان في العام 2015. المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر يؤكد أن الأفكار التي يطرحها مسؤولو الاتحاد الأوروبي حول كيفية التعامل مع اللاجئين القادمين من ليبيا عبر البحر وإمكانية إعادتهم إلى شمال إفريقيا هي عملية لا يمكن تطبيقها. وأضاف أنه لا يمكن للمرء أن يرسل الناس إلى أوضاع مزرية مثل تلك التي تسود في مخيمات اللاجئين في ليبيا. ووصف كوبلر مخيمات اللاجئين في ليبيا بأنه لا يمكن تخيلها، فهي عبارة عن خيم من قبل الأمم المتحدة ومزدحمة جدا باللاجئين، وفي بعض الأحيان يجبر اللاجئون على الوقوف بسبب الزحام أو انتظار النوم بعد أن يستيقظ الآخرون. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. هذه النشرة برعاية ليبا بريد اسي مابلر.